ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل يحموم وظل يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. ثلة من الأولين ثلة من هنا نون التنوين علاقة نون التنوين مع حرف الميم تباعد في المخرج تقارب في الصفات وهنا الحكم لدينا حكم إدغام كامل بغنة أكمل ما تكون من الأولين هنا حركت نون من الجارة بالفتح لمنع التقاء الساكنين الساكن الأول هي النون في كلمة من والساكن الثاني هي اللام في كلمة الأولين فهنا بسبب التقاء الساكنين حركت نون من الجارة بالفتح الأولين هنا همزة الوصل تسقط وصلا من الأولين أما عند الابتداء نبدأ بهمزة محققة مفتوحة الأولين اللام هنا لام للتعريف الإسمية الساكنة الزائدة الغير لازمة حكمها الإظهار القمري وقلنا يعني حكمها الإظهار القمري وذلك لتمييزها من باقي الإظهارات في القرآن الكريم الأولين علاقة اللام مع الهمزة علاقة تباعد صغير حكمه الإظهار الأولين هنا الياء في حال الوصل ما الطبيعي بمقدار حركتان أما في حال الوقف مد عارض للسكون يمد حركتان أو أربع أو ست حركات ليس بها روم أو إشمام لأن النون هنا مفتوحة والفتحة لا تقبل التبعيض نقف ببينية النون وثلة من الآخرين إذا وصلنا الأولين و الأولين وثلة النون المتحركة بفتح هنا مع الواو العلاقة بينهما علاقة تباعد كبير حكمه الإظهار وثلة من الآخرين أيضا علاقة وثلة من علاقة نون التنوين مع حرف الميم تباعد في المخرج تقارب في الصفات والحكم هنا إدغام كامل بغنة من الآخرين هنا أيضا التقت النون الساكنة في كلمة من مع اللام الساكنة في كلمة الآخرين فحركت نون من الجارة بالفتح لمنع التقاء الساكنين من الآخرين أيضا هنا همزة الوصل تسقط وصلا وعند الابتداء نبدأ بهمزة محققة مفتوحة الآخرين اللام هنا أيضا لام للتعريف الإسمية الساكنة الزائدة الغير لازمة حكمها الإظهار القمري وذلك لنميزها عن باقي الإظهارات في القرآن الكريم الآخرين هنا تقدمت الهمزة على حرف المد في الحكم لدينا مد بدل فمد بدل وهو من محققات المد الطبيعي ومد بمقدار حركتان الآخرين الهمزة مع الخاء هنا تباعد كبير حكمه الإظهار الخاء هنا مكسورة نفخمها من الدرجة الخامسة تفخيما نسبيا الخاء مع الراء تباعد كبير حكمه الإظهار الراء هنا مرققة لأنها مكسورة الياء في حال الوصل ما الطبيعي بمقدار حركتان أما في حال الوقف نقف بمد عارض للسكون حركتان أو أربع أو ست حركات لا نقف بالروم أو الإشمام لأن النون هنا مفتوحة والفتحة لا تقبل التبعيض نقف ببينية النون وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال وأصحاب الواو هنا مع حرف الهمزة تباعد كبير حكمه الإظهار الهمزة مع الصاد أيضا تباعد مطلق حكمه الإظهار الصاد هنا بما أنها ساكنة نأتي بصفاتها صفات الصاد رخوة مستعلية مهموسة مطبقة مسمطة وأيضا بها من الصفات التي ليس لها ضد وهي صفة الصفير الصاد مع حرف الحاء هنا تباعد صغير حكمه الإظهار هنا في الألف الخنجرية فيها قاعدة الحذف وهنا ما الطبيعي في حال الوصل بمقدار حركتان أما إذا وقفنا على كلمة وأصحاب هنا نقف بمد عارض للسكون مع قلقلة الباء وأيضا نقف بالروم والإشمام
في العارض في السكون المحض نقب بثلاثة أوجه، في الإشمام نقب بثلاثة أوجه، في الروم نقب بوجه واحد. إذا بثلاث كيفيات وسبعة أوجه. وأصحاب الشمال، الشمال هنا همزة الوصل تسقط وصلا، أما عند الابتداء أيضا نبدأ بهمزة محققة مفتوحة. اللام هنا لام للتعريف الاسمية الساكنة الزائدة الغير لازمة، حكمها الإدغام الشمسي. الشي الشمال. وعلة الإدغام هنا التقارب بين اللام والشين. الشمال هنا الألف ما الطبيعي بمقدار حركتان. الشمالي ما، اللام هنا مع الميم، علاقة اللام مع حرف الميم علاقة تباعد كبير حكمه الإظهار. ما هنا الألف ما الطبيعي في حال الوقف بمقدار حركتان، أما في حال الوصل مد منفصل حقيقي يمد 4 أو 5 حركات جوازا. ما أصحاب الشمال شرحناها سابقا. في سموم وحميم، في هنا الياء ما الطبيعي في حال الوصل والوقف بمقدار حركتان. سموم وحميم، السين مع حرف الميم هنا تباعد كبير حكمه الإظهار. الواو ما الطبيعي في حال الوصل بمقدار حركتان، أما في حال الوقف نقف بمد عارض للسكون بمقدار حركتان أو 4 أو 6 حركات مع الروم وجه واحد. إذا نقف بكيفيتان وأربعة أوجه. في سموم وحميم، التنوين مع حرف الواو، علاقة نون التنوين مع حرف الواو هنا علاقة تباعد صغير حكمه الإدغام الناقص بغنة. وحميم، الواو مع حرف الحاء هنا تباعد كبير حكمه الإظهار. الحاء مع حرف الميم أيضا تباعد كبير حكمه الإظهار. الياء في حال الوصل ما الطبيعي بمقدار حركتان، أما في حال الوقف نقف بمد عارض للسكون حركتان أو 4 أو 6 حركات مع الروم وجه واحد. إذا نقف بكيفيتان وأربعة أوجه. وحميم وظل، إذا واصلنا التنوين نون التنوين مع حرف الواو هنا أيضا نون التنوين مع حرف الواو علاقة تباعد صغير حكمه الإدغام الناقص بغنة. وظل، الواو هنا مع حرف الظاء تباعد كبير حكمه الإظهار. وظل من، نون التنوين مع حرف الميم هنا علاقة تباعد صغير حكمه الإدغام الكامل بغنة، وهنا تباعد في المخرج تقارب في الصفات. مي يحموم، أيضا هنا النون مع حرف الياء تباعد صغير حكمه الإدغام الناقص بغنة. يحموم، الياء علاقة الياء مع حرف الحاء علاقة تباعد مطلق حكمه الإظهار. الحاء هنا بما أنها ساكنة نأتي بصفاتها. صفات الحاء رخوة، مستفلة، مهموسة، منفتحة، مسمطة. يحموم، الحاء مع حرف الميم علاقة تباعد صغير حكمه الإظهار. الواو في حال الوصل ما الطبيعي بمقدار حركتان، أما في حال الوقف نقف بمد عارض للسكون حركتان أو 4 أو 6 حركات. وهنا بما أن الميم بها حركة الكسر نقف أيضا بالروم. إذا كيفيات الوقف، نقف بالسكون المحض 3 أوجه والروم وجه واحد، إذا كيفيتان وأربعة أوجه. إذا واصلنا يحموم الله، هنا نون التنوين مع حرف اللام علاقة تقارب صغير حكمه الإدغام الكامل بغير غنة. لا، هنا الألف ما الطبيعي وصلا ووقفا. لا بارد، أيضا باء هنا الألف التي بعد الباء ما الطبيعي بمقدار حركتان. الراء هنا مكسورة مرققة. بارد و، نون التنوين مع حرف الواو، أيضا هنا نون التنوين مع حرف الواو تباعد صغير حكمه الإدغام الناقص بغنة. ولا، الواو مع حرف اللام تباعد كبير حكمه الإظهار. الألف من الطبيعي وصلا ووقفا بمقدار حركتان. كريم، الكاف مع حرف الراء هنا تباعد كبير حكمه الإظهار. الراء مرققة لأنها مكسورة. الياء في حال الوصل ما الطبيعي بمقدار حركتان، أما في حال الوقف عفوا، في حال الوقف نقف بمد عارض للسكون حركتان أو 4 أو 6 حركات. كيفيات الوقف، نقف بالسكون المحض 3 أوجه والروم وجه واحد.
كريم، إنهم إذا وصلنا هنا لدينا حكم الإظهار الحلقي. إنهم هنا غنت النون المشددة أكمل ما تكون. إنهم كانوا الهاء مع الميم تباعد مطلق حكمه الإظهار. إنهم كانوا الميم مع الكاف تباعد صغير حكمه الإظهار الشفوي. كانوا هنا الألف مد طبيعي بمقدار حركتان. كانوا الواو مد طبيعي وصلا ووقفا بمقدار حركتان. والألف هنا بها الصفر المستدير، هذه بها قاعدة الزيادة من قواعد الرسم العثماني. قبل القاف هنا مفخمة من الدرجة الثانية، القاف مع الباء. أيضا هنا لدينا تباعد مطلق حكمه الإظهار. الباء هنا بما أنها ساكنة نأتي بصفاتها: شديدة، مجهورة، مستفلة، منفتحة، مذلقة، وبها صفة القلقلة من الصفات التي ليس لها ضد. الباء مع حرف اللام هنا تباعد صغير حكمه الإظهار. قبل ذلك اللام مع حرف الذال هنا تقارب كبير حكمه الإظهار. ذلك الذال هنا بعدها الألف الخنجرية بها قاعدة الحذف. ذلك اللام مع حرف الكاف تباعد كبير حكمه الإظهار. الكاف مع الميم تباعد كبير حكمه الإظهار. مترفين الميم مع حرف التاء هنا تباعد مطلق حكمه الإظهار. والتاء هنا بما أنها ساكنة نأتي بصفاتها: شديدة، مهموسة، منفتحة، مستفلة، مسمطة. التاء مع حرف الراء هنا تقارب صغير حكمه الإظهار، والراء هنا مفخمة لأنها جاءت مفتوحة. مترفين الراء مع حرف الفاء تقارب كبير حكمه الإظهار. الياء في حال الوصل ما الطبيعي بمقدار حركتان، أما في حال الوقف نقف بمد عارض للسكون بمقدار حركتان أو 4 أو 6 حركات. لا نقف بالرم ولا بالإشمام لأن النون هنا مفتوحة والفتحة لا تقبل التبعيض.